هلو رجال اتنين اتنين ترمينا تعال هنا. في التاسعة مع هدير أبو زيد النجم السوري السعودي محمد القس. إيه الحاجة اللي ممكن تخليني أعرف؟ ما عنديش أعذار بسرعة. يحكي رحلة دخوله هوليود الشرق من بوابة الدراما التلفزيونية وكواليس تجربته الأولى على شاشة السينما. عنديش حل تاني يعني. أنا ورمضان هنزل نخلص. وتفاصيل خاصة يرويها لأول مرة عن مشواره من الشام إلى الخليج قبل وصوله إلى القاهرة. كده تمام. التاسعة مع هدير أبو زيد الجمعة على قناة مصر الأولى.